تأثير التسييل ليكويفاي، يعطي تأثير الدفع والسحب والتدوير والتكبير والتقليص. نفتح تأثيرات التشويه ديستورت ونختار ليكويفاي ونسحبه على الطبقة المطلوبة، فتظهر فرشاة التسييل، وهذه الفرشة لها العديد من الأشكال. هذه الأداة لعمل تسييل في شكل عوجاج، وهذه الأداة لتنعيم وحدات البكسل، وهذه الأداة لعمل برم في اتجاه عقرب الساعة، وهذه الأداة في عكس اتجاه عقرب الساعة، وهذه أداة تجعيد وتقوم بسحب وحدات البكسل لمركز الفرشاة، وهذه أداة انتفاخ تسحب البكسل بعيدا عن مركز الفرشاة، وهذه الأداة تحرك وحدات البكسل عموديا على اتجاه سحب الماوس. وهذه أداة تسييل منعكس. وهذه أداة نسخ التشويه من مكان لآخر. نحدد موضع النسخ بالضغط على مفتاح Alt مع نقر الماوس، ثم نحدد موضع اللصق وننقر بالماوس. وهذه أداة إعادة بناء ولها خيارات، مثل عكس التشويه أو إزاحة التشويه أو تحريف التشويه أو تنسيبه. من هنا نتحكم في حجم الفرشاة، كما يمكن من خلال الضغط على مفتاح كنترول مع سحب الماوس. ومن هنا نحدد نسبة ضغط التشويه، نشوه هذا الجزء ونزود نسبة الضغط، فنلاحظ زيادة حدة التسييل. وعمليات التشويه بالفرشاة يتم تطبيقها على شبكة مخفية، ويمكن إظهار هذه الشبكة من هنا وتغيير حجم الشبكة إن كان صغيرا أو كبيرا أو متوسطا، كما يمكن تغيير لون الشبكة. وهذه المفاتيح لتسجيل عمليات التشويه أثناء الحركة على خط الزمن. نفعل ساعة التوقف ونحرك المؤشر، ونظهر خيارات طبقة التأثير لإظهار مفاتيح الحركة، ويمكن إنشاء مفاتيح. نصمم تسييل عند هذا الزمن، نلاحظ التأثير لم يتحرك مع حركة الوجه. هنا تأتي وظيفة تغيير قيم إزاحة التشويه أفقياً ورأسياً. ويمكن تحريك المؤشر وإنشاء مفاتيح إضافية وتعديل شكل التشويه. كما يتوفر بمفاتيح الحركة مفتاح للتحكم في النسبة المئوية للتشويه، هي حالياً 100%. ننشئ مفتاح حركة ونحرك المؤشر ونغير النسبة إلى 0 لإخفاء التشويه. ويمكن تطبيق تأثير التسييل على النصوص.
ندرك التأثير على هذا الفيديو ونضيف قناع للطبقة. ومن خيارات التأثير نحدد منطقة القناع ليتم تجميدها فلا تتأثر بالتشويه. الآن نجري التشويه فنلاحظ أن القناع لا يتأثر.